نبدأ معاكم نخش في تفاصيل الحلقة. معانا النهارده واحد حقيقة من نجوم الكرة البرتغالية، واحد حقيقة من اللي تألقوا في إيطاليا وتحديدا مع يوفنتوس، وكان في فترة من الفترات تولى فيها المسؤولية الفنية كمدرب لفريق بورتو، واحد طبعا بطل أوروبا مرتين في نسختين متتاليتين، روي باروش طبعا، أو روي باروش زي ما بنسميه هنا في مصر، نجم البرتغال واليوفي، ضفنا في السادسة. بداية طبعا كل الشكر ليك على مشاركتك معنا، واهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. شكرا، وهذا شرف ليا اكون موجود معاكم النهارده. وفعلا الشعب المصري شعب جميل جدا، وبحب ان ابقى معاكم النهارده. واحنا بما ان احنا شعب بنحب الكره، فاحنا الحقيقه مرتبطين، او الكره البرتغاليه دايما قريبه من قلوبنا، وكثير من نجوم البرتغال ياما امتعونا، لويس فيجو، كريستيانو رونالدو، روي كوستا، روي باروش، وغيرهم وغيرهم كتير. فالحقيقه كل احترام للكره البرتغاليه. وبمناسبه الكره في البرتغال، خليني ابدا مع رايك في الاداء والنتائج اللي حققتها الفرق البرتغاليه والانديه البرتغاليه في الشامبيونز ليج. بدايه الى حد كبير غير موفقه لبورتو صاحب اللقب مرتين، وبدايه جيده الى حد كبير لبنفيكا. ازاي بتشوف مستويات ادائهم، بداياتهم وفرصهم في ان هم يتقدموا للادوار الاقصائيه؟ البرتغاليه كانت مهمه جدا في الفرقه البرتغاليه. nós precisamos de somar pontos e acho realmente محتاجين نجمع ارقام عشان نقدر نحاول نوصل للنهائي. لكن الموضوع يعني في اختصار ان احنا لازم برضو نركز في المستقبل بتاع الفريق البرتغالي والكره البرتغاليه. لو عديت عدد الاسماء اللي صدرتها انديه البرتغال لاكبر انديه اوروبا في العشر سنين الاخيره، سواء لاعبين برتغاليين او لاعبين اجانب كانوا محترفين في انديه برتغاليه، هنجد ان معظمهم النهارده يمكن يكونوا اهم نجوم على مستوى الدوريات الاوروبيه، ومع فرقهم قدروا يحققوا كتير الحقيقه من البطولات، سواء محليه في الدوريات او على مستوى الشامبيونز ليج. ايه سبب عدم قدره الانديه البرتغاليه على الحفاظ على نجومها؟ وليه ما فيش رغبه دايما في ان هم يكونوا منافسين للدوريات الكبيره او للانديه الكبيره على القاب اوروبا؟ الموضوع فعلا صعب حاليا في النسبة للكرة الحالية، ونسبة للكرة طبعا في اختراف كبير جدا واحتراف مع الفرق البرتغالية زي ما انجلترا وفرنسا والمانيا. احنا عندنا شباب، بس لو عندنا لعيب او اثنين نقدر نركز عليهم، بندور على نشوف ان احنا نقدر نوصل لحاجة. الموضوع ده بياخد وقت طبعا، وبالنسبة للطريقة ده هي ممكن تدور على الخبرة اكتر من هو تدور على الاحتراف بره ولا اي طريقة تانية. لكن ما نقدرش ما نحاولش برضو نحارب مع الفرق الكبار. بمناسبة نجوم البرتغال، كريستيانو رونالدو هيكون قائد طبعا لمنتخب البرتغال في كأس العالم 2022 في قطر. هل بتشوف ان مقدمات الموسم، توتر علاقته مع إدارة اليونايتد، رغبته او اعلان رغبته في الرحيل، عدم قدرته على الرحيل، توتر علاقته بتين هاج المدير الفني، ممكن يأثر على قدرات رونالدو في قيادة منتخب البرتغال في نسخة كأس العالم اللي جاية؟ لا، بالنسبة لكريستيانو مع خبرته مع سنه أكيد مش هيختلف الكلام ده، هو تعديله أكثر خبرة، هو عارف، وهو طبعا يعتبر من الأحسن لعيبة في العالم حاليا، وطبعا هو عارف دلوقتي أن هو لازم يبقى فيه التزام، وهو طبعا البرستيج بتاعه مهم مع القوة اللي هو بيركز برضه مع الثقة اللي دي أهم حاجة، وطبعا احنا محتاجينه، وان هو الرئيس بتاعنا، القائد بتاعنا، هو كل حاجه حاليا، وطبعا الخبره كبره مش هتاثر معاه، وهو دايما هيبقى ملتزم، وهو طبعا هيبقى موجود. بصرف النظر عن رغبه اللاعب، وبصرف النظر عن اراده ناديه في بقائه، اللاعب كان عنده رغبه في الرحيل، النادي اصر على الاحتفاظ به، انت من وجهه نظرك كنت شايف ايه الافضل لكريستيانو رونالدو؟ انه ينتقل لنادي اخر ويلعب في بطوله زي بطوله الشامبيونز ليج، ولا الافضل انه يبقى مع اليونايتد ويخوض معاه المنافسات في الموسم الحالي؟ يو اسكو تامين برانس
هو لعيب كويس ان هو عارف ان طبعا ممكن يكون برضه خطا احنا ما نعرفش حاليا يعني، بس طبعا هو دوت بيدور على احترافين اكتر وبيدور على النجاح الافضل بالنسبه له سواء هو في الحاله اللي موجود فيها حاليا، وطبعا كله بيحب وفي نفس الوقت ان احنا من اي قرار هو يتخذه في هذا الوقت. لكن وجهه نظرك انت، هل كنت تفضل انه يرحل ويشارك في بطوله تشامبيونز ليج، ولا كنت تفضل انه الافضل ليه انه يستمر في مانشستر يونايتد؟ لانه ما ننكرش انه مانشستر يونايتد جزء مهم جدا من صناعه اسطوره كريستيانو رونالدو. انا في رايي ان هو عمل الصح، حتى لو هو اعلن ان هو هيطلع هيمشي ولا لا، واحنا كنا متوقعين برضو ان هو يقدر يلعب في طريقه معينه، وطبعا ان هو يكمل في مانشستر برضو ده في برضو حب للموضوع ان هم عايزين يستمر، وطبعا هو في اوروبا برضو وموضوع مفتوح برضو يعني في الحته دي، وطبعا كاس مهم جدا هو محتاجه في الحاله دي عشان يزوده في السي في. بمناسبه الكلام عن رغبه اللاعبين في تحقيق لقب البطوله، هل شايف انه في فريق برتغالي ممكن يحقق المفاجاه؟ اعتقد انه بورتو حقق المفاجاه مرتين قبل كده في نسخه اعتقد 87 في وجود النجم رابح ماجر، وانت يمكن لعبت معاه، وحققها مره ثانيه مع جوزيه مورينيو. هل تعتقد ان الموسم ده المفاجات ممكن تكون وارده بالنسبه لبنفيكا او بورتو؟ احنا نفضل ان طبعا ان اي فريق برتغالي يوصل، حتى لو اي فريق من اخر سنين دول بندور على اي فريق يقدر يلتزم معانا او يحقق اللي احنا عايزينه باسمه، حاول يوصل زي 87 او 2004 بالنسبه للحاجات اللي كانت. احنا كل سنه الموضوع بيبقى اصعب، والتجهيزات للفرق واللعيبه بتبقى افضل وافضل من كتر اللعيبه الموجوده حاليا، الموضوع بيبقى اصعب واصعب، بس ممكن يحصل ان اجاكس مثلا كان ممكن يبقى في النهائي في وقت من الاوقات، ومين عارف من سنه لغاية ثلاث سنين ممكن فريق برتغالي يستمر ويثبت أكبر عدد من اللعيبة البرتغالية ويبقى في إمكانيات إن احنا نوصل لمرحلة، بس هو مش سهل وصعب. كانت مفاجأة ليكم إن بورتو يحقق البطولة في 97 و2004، ولا كان ده أمر متوقع للجيل اللي كان بيمثل بورتو في التوقيت ده؟ 97 و2004 87 و2004 محدش كان متوقع، محدش كان بيبص لبورتو كان فريق يوصل للنهائي ويقدر يوصل للنهائي، وكلام دوت طبعا كان في لعيبه مهمه واللعيبه الاساسي بتاعنا نقط لعمل الفريق، وطبعا يوصل للنهائي. وبالنسبه للحته ده كان موضوع حاجه مفاجاه، كان مفاجاه جميله بالنسبه لنا. طيب بمناسبه الكلام على تشامبيونز ليج، وانت واحد كنت من نجوم اليوفي، هل ترشح يوفنتوس للقب الليج لقب الكالتشو الايطالي الدوري الايطالي الموسم ده، ولا تعتقد انه رغم عوده طبعا ماسيميليانو أليجري لكن رحل عن الفريق عدد كبير جدا من النجوم، ازاي بتشوف فرص اليوفي سواء على مستوى الدوري الايطالي او على مستوى بطوله التشامبيونز ليج؟ كل شيء ممكن، لكن ممكن الانجليز برضو او الالمان او الطلاين او الاسبان دايما عندهم مفاجآت، ممكن يكون في اثنين او ثلاث فرق ممكن هم دول المصدر اللي هم بيوصلوا للنهائي بيقدروا يأثروا، وطبعا كل الكلام ده بيبقى مختلف مع النتائج اللي ممكن توصل، يعني كل موضوع باختلاف. وكل بس لكن مش في الشامبيونز ليج، ممكن يحصل ان بيبقى في نجوم يظهروا على اخر لحظه برضه، الموضوع صعب. طيب خلينا نروح لسؤال عن اثنين من نجوم الكره البرتغاليه، برناردو سيلفا واحد من اهم المواهب اللي قدمتها البرتغال لكره القدم في السنوات الاخيره، واحد من اللاعبين المهمين جدا في المان سيتي، صراع عليه من بين اثنين من الانديه الكبيره، برشلونه من ناحيه والسيتي اللي ما زال متمسك بيه من ناحيه ثانيه، الافضل لبرناردو سيلفا ان يبقى مع سيتي او يرحل للبارسا؟
برناردو سيلفا من اخر 3-4 سنين هو عمل نتائج مبهره، وفي رايي الشخصي هو المفروض يعني يوصل لحاجه كويسه مع ليجا، ومانشستر فريق قوي ومع المدرب اللي معاه ده مرشح بقوه جدا ان هو المفروض يقعد يعني في خلال سنه كمان، حتى لو هو ما وصلش هو ممكن يحاول السنه الجايه. يعني هو طبعا لازم يستمر ان هو يحاول يوصل للتشامبيونز ليج في النهائي. كتير من الناس شافوا انه جواو فيليكس نجم اتلتيكو مدريد هو الخليفه المنتظر لموهبه بحجم كريستيانو رونالدو. الحقيقه انا بشوفه ان واحد من افضل لعيبه الكره الصاعده في العالم، لكن كتير شافوا انه محتاج يتنقل لنادي افضل من اتلتيكو مدريد عشان يقدر يطور من مستواه ويكون الوريث الشرعي لكريستيانو رونالدو اللي حاز طبعا في اكتر من مناسبه اعتقد 5 أو 6 مرات على جائزه الافضل على مستوى العالم. رايك في جواو فيليكس، وهل بتشوفه خليفه كريستيانو رونالدو، وهل مع بقائه ام رحيله عن اتلتيكو مدريد؟ جواو فيليكس جون فيليكس لعيب قوي جدا، ان هو بدا وهو صغير وراح لاتلتيكو مدريد، وبالنسبه للنقطه عمل شغل حاجات في الشامبيونز ليج، يعني عمل تاثير كويس ان هو لعيب كويس. يعني هو طبعا احنا متوقعين ان هو ممكن يوصل زي كريستيانو رونالدو، مش عارفين زي مارادونا مثلا لو وصل لحاجات كده. هو مع الخبره اللي هو عنده فما اتلتيكو مدريد طبعا فريق قوي جدا ومن الاهم انديه، ان هم بيأثروا ان هم بيطلعوا الجوده بشكل واضح، ان هم بيأثروا مع اللعيبه وبيدربهم بشكل ممتاز. قبل ما اختم معاك كلامي يهمني اسالك عن راي فيتوريا. احنا هنا في مصر سواء على مستوى الانديه او المنتخبات بنحترم جدا المدرسه البرتغاليه، وكان ليهم نصيب كبير الحقيقه معانا في السنوات الاخيره في الفتره الاخيره، واكيد انت عارف يمكن روي فيتوريا البرتغالي اصبح مديرا فنيا للمنتخب المصري. رايك في او تقييمك ليه كهيد كوتش للمنتخب من ناحيه الكوتشنج، من ناحيه التريننج، شايف ايه افضل ما يميز روي فيتوريا؟ روي فيتوريا. روي فيتوريا. روي فيتوريا جرانديسيمو تكنيك، هو فيز كامبانيا. روي فيتوريا مدرب ممتاز ممتاز. وهو عنده خبرة طبعا ان يقدر يتواصل مع المواسم المختلفة مع اتنين مع بنفيكا مثلا، وكان عنده نجاح قوي جدا بره من احل المدربين هنا في البرتغال، يعني واحد مختلف من الاخرين. رأيك في فرص منتخب البرتغال في كأس العالم اللي جاي؟ هل المنتخب البرتغالي تحت قيادة كريستيانو وعدد كبير من النجوم الياو جواو فيليكس جوتا روبن دياش وغيرهم من النجوم قادرين يحققوا اللقب للبرتغال؟ As equipes portuguesas. البرتغال بندور على نوصل لأي نهائي أو نوصل زي 2016، بنحاول على نوصل أحسن لعيبة وبندور على كأس العالم. ممكن يكون السنة دي إحنا عندنا الفردية في اللعيبة، وفي نفس الوقت برضه من أحسن اللعيبة في العالم، واحنا طبعا بنحلم واحنا بنتوقع، وانا مقتنع ان احنا نقدر نعمل مونديال قوي جدا وبنحلم بالنقطه دي. يعني في جميع الاحوال البرتغال واحد من المنتخبات الممتعه اللي بنحب نتفرج عليها ونتفرج على كورتها. كل التوفيق للكره البرتغاليه سواء منتخب في كاس عالم او انديه البرتغال في منافسات الشامبيونز ليج. روي باروش نجم البرتغال واليوفي السابق، بشكرك شكرا جزيلا. وفقرة